ونعود إلى فريق ألف. برافو. نعود إلى الفريق ألف ومحمود الجندي. أيوة أم كلثوم. فيلم أيضا ليلة العيد، فيلم وأغنية. ركز يا جندي. هوبا خلص. أغنية فيلم قديم كلمتين ألف واللام فين؟ في الأولانية. الأولانية فيها ألف ولام؟ فيهاش ألف ولام. لا مفيش ألف في الاثنين. لا لا لم لن 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 أبكي لن أعترف لن أعترف. إجابة صحيحة للفريق ألف وثلاث درجات أخرى يضافوا إلى الرصيد. ولن أعترف إنتاج 1961 فيلم بطولة فتح حمامة، أحمد مظهر، أحمد رمزي، ومن إخراج كمال الشيخ. ويصبح درجات الفريق ألف 6 درجات. ونعود إلى فريق ب وأسامة عباس. إعلان النتيجة بعد ما يتسئلوا السؤال الثاني. صح، لأن المفروض أنتوا بادئين الأول. برافو يا حاج. تعالى برافو يا حاجة يا اتفضل. ايوه 4 فيلم من 4 الاولى على فوق. فوق من فوق. من من اركن من الثانيه ولا الثالثه؟ الثانيه ولا الثالثه؟ من اجل الاخيره، من اجل حفله نساء، من اجل عيني ابناء، اجل اولادي. من اجل ابكي ابدا. حفله من اجل حفله عيال أولاد. إجابة صحيحة وثلاث درجات للفريق ب، وتصبح النتيجة 6-3. ونعود للفريق ألف وأحمد ماهر. سيد أنا هسلمك في أول إيه؟ أقولها إزاي؟ مش عارف. المفروض ما تقولهاش، المفروض تمثلها بالتمثيل السابق. ولك تمثل ولك تمثل مسرحية. كم؟ 3 كلمات. مسرحية؟ 3 ألف لام في كلمة. الأخرانية فيها ألف لام؟ الأخرانية الثالثة. جميل. الأسهل فيهم هي الثالثة. اللي هي الثالثة. الميكروسكوب. نظارة. القمر. 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 نور القمر. الليل. ظلام. الليل. الأخرانية الليل. الكلمة الثالثة الليل. اللي قبلها بقى في منتصف الليل. في منتصف. الأولانية كلام. كلام في نص. كلام نص الليل. حدوتة نص الليل. حدوتة قصة. حدوتة هي دي مظبوطة. حدوتة يعني غير حدوتة. حكاية. حكاية نص الليل. إجابة صحيحة وهي مسرحية لسهير البابلي وسعيد عبد الغني. حكاية نص الليل وثلاث درجات أخرى للفريق ألف. ونعود للفريق ب وأحمد بدير. تفضل. مسرح. مسرحية. 3 كلمات. الأولى. الأولى. سيد زيان. سيد زيان. هما. سيد نجيب الريحاني. سلام على الشهرة اللذيذ. بلاش. سيد. لو نبتلو سيد. الأولانية. الثانية بقى. الثانية. الأولى مين؟ الأولى إيه؟ الثانية. أكل. كل يا ابن من غير ما تعمل حاجه. كل الثالثه نتيجه ساعه. ساعه يوم. كل يوم. حكايه كل يوم. اللي هي اللي هم قالوها. اجابه صحيحه.
الفضيحة حكاية كل يوم مسرحية من مسرحيات نجيب الريحاني، وهذا الموضوع أنتج فيلم أيضا باسم لعبة الست، ومثل مسرحيا باسم حكاية كل يوم، والفيلم كان من بطولة تحية كاريوكا ونجيب الريحاني. ثلاث درجات للفريق به، وتصبح النتيجة 9-6 به، وعودة إلى فريق به و ألف العاوي. تفضل. ايه العاوي جرس ضرب؟ ها فيلم. فيلم كلمتين. الف واللام. العاوي قول لنا الف واللام فين؟ قول على طول يا العاوي. هو هو سيدي له فرصه. ركز. الاولانيه، الثانيه، الرابعه، الوقت، الزمن، الزمن، الايام، الليالي، الايام، الايام من الايام حاجه يعني كلمه فيها الف ولام. الليالي، التاريخ، الزمن، النهار، فيها الف ولام. الوقت، اليوم، 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 النهارده، 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 النهارده ايه؟ الليلادي. النهارده ايه؟ النهارده ايه؟ النهارده ايه؟ النهارده فعلا ايه؟ النهارده ايه؟ النهارده الاثنين، السبت، الثلاث، الحد، الحد. كويس. حد، حد اول كلمه، حد ثاني كلمه، حد. ما تقولش الحد. لا مفيش حد. مفيش حد. لا احد. مفيش. مفيش الف لام. الاولى في الف لام. مفيش. لا ان شاء الله في اتنين. في ثلاثه. ايه؟ اربعه. خميس. فلوس. مفيش فلوس. لا حد كلمه تانية. حد. حد. فلوس. حد. فلوس ايه؟ شوفها تاني. قول يا العاوي. ما فيهاش الف لام وقبلها حد. ما فيهاش الف لام وقبلها حد. اول حرف منها. اعمل ايه في نفسي؟ اقلع. اول حرف. ما فيش حد. من غير حد. من غير حد. ما تقولش الحد. ما تقولش الحد. ما تقولش الحد. ماليش حد. ماليش حد. فضلوا أرجوكم أرجوكم الهدوء الهدوء أرجوكم الهدوء. ماليش حد. فيلم مصري من إنتاج 1953 وبطولة شادية مجدة عباس فارس ومن إخراج إبراهيم عمارة. درجتين يضافوا إلى رصيد الفريق ألف بعد هذه الإجابة.